بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد نستمر درسنا لكتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد وهذا المساء إن شاء الله تعالى سنستأنف وسنبدأ إن شاء الله بقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهذه الآية الكريمة تتعلق ببعث النبي صلى الله عليه وسلم بل ببعث كل الرسل لأن لفظ الكل هنا يدل على إطلاق أو على عموم أمة أي أمة كانت فقد بعث فيهم رسولا على الأقل رسولا واحدا فهذا الرسول لتلك الأمم أو لتلك الأمة يأمرهم بأن يعبدوا الله وأن يجتنبوا الطاغوت هذه وظيفة الرسل ما هي وظيفة الرسل؟ الدعوة إلى التوحيد والنهي عن منكر الطاغوت فهذه الآية الكريمة تدل على وجوب اتباع الرسول في منهجية الدعوة أو في أولوية الدعوة للمدعوين يعني بأننا ندعو الإنسان بأن يعبد ربه ويجتنب الشرك والطاغوت فأشد الطاغوت الشرك بالله وأفظعهم وأفظعها فإذا نحن نقرأ الآن شرح الكلمات من بعثنا إلى آخره إن شاء الله تعالى أنت تقرأ تفضل بعثنا أرسلنا إلى آخره بعثنا أرسلنا كل أمة كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه أعبد الله أي أفرده بالعبادة واجتنبوا أي اتركوا وفارقوا الطاغوت مشتق من الطغيان مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد فكل ما عبد من دون الله لا من دون الله الأفضل من دون الله من دونه من دون الله فكل ما عبد من دون الله وهو راد بالعبادة فهو طاغوت طيب انظر إلى شرح المفردات بعثنا أرسلنا البعث هنا بمعنى الإرسال بمعنى الإرسال وأيضا كل أمة يعني كل طائفة وقرن وجيل من الناس فأمة بمعنى طائفة من الناس وأيضا القرن قرن in English generation جيل أيضا يساوي معنى قرن ولكن لفظ قرن يدل على جنس الجيل وأيضا يدل على السنوات يعني 100 سنوات أو 100 سنة ليس كذلك قرن century وأيضا معنى آخر من لفظ قرن ما يكون قرنا لبعض الأنعام مثل البقر والجاموس قرنين وبعض الشياطين لهم قرن كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نهي عنا
بأن نصلي بعد صلاة العصر. المقصود عندما يكون في ذلك الوقت طلع قرن الشيطان مثلا في الساعة الخامسة من المساء، في المساء هكذا بدأ يطلع قرن الشيطان. وأما بعد العصر مباشرة فوالله أعلم بعض العلماء هم يجيزون أن نصلي ركعتين لكن في البيت كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري هكذا. ثم رسولا، الرسول من هو؟ الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. النبي والرسول لهم الوحي، ولكن بعض العلماء هم يقولون الفرق بأن الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول أوحي بشرع وأمر بتبليغ هذا الشرع، وأما النبي قال بعض العلماء النبي أوحي إليه بشرع أيضا ولكن لم يؤمر بتبليغ هذا الشرع. فهمتم؟ ولكن هذا الفرق يعني فيه شيء الذي يمكن أن ننظر فيه، يعني فيه نظر، وبعض العلماء نقدوا هذا التفريق. نعم النبي والرسول، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول رسولا، ولكن ما الفرق بينهما؟ الفرق بين النبي الذي هو أعم من الرسول، لأن كل الرسول نبي وليس كل نبي رسولا. الفرق بينهما بأن النبي صلى الله بأن النبي أوحي أو الرسول أو الرسول أولا أوحي بشرع أمر بتبليغ هذا الشرع، وأما النبي أوحي بشرع لكن الشرع الذي أوحي إليه هو الشرع الذي ما قبله، يعني ليس بشرع جديد، ليس شيء جديد فيه في ذلك الوحي. نعم. وأيضا النبي يؤمر به أو أمر به بتبليغه. لماذا؟ لأن ليس من أوصاف الأنبياء والمرسلين، ليس من أوصافهم كتمان العلم. فإذا كان النبي لا يؤمر بتبليغ فماذا نفع النبي؟ فماذا مصلحة النبي للأمة إذا كانوا لا يبلغون الرسالة والوحي والشرع؟ فلا بد أن يكون الأنبياء وأيضا طبعا المرسلون يبلغون شرع الله، يبلغون شرع الله قليلا أو كثيرا. طيب ثم أعبدوا الله، يعني أفردوه بالعبادة، وحدوه بالعبادة، لا تعبدوا سواه، هكذا معنى أعبدوا الله. واجتنبوا يعني أتركوا وفارقوا، فالترك والمفارقة هما بمعنى اجتناب، اجتناب الشيء يعني أنت تترك هذا الشيء ولا تقاربه، وفارق هذا الشيء لا تقربوا عنه واجتنبوه عنه. ثم الطاغوت مشتق من الطغيان، يعني مشتق لفظ، مشتق اللفظ الذي يؤخذ من لفظ آخر، فالطاغوت يؤخذ من لفظ الطغيان، ومعنى الطغيان في الأصل مجاوزة الحد، فمتى أنت تتجاوز الحد فأنت طغوت طبعا. فهذا ليس كل شيء في الشرع الذي يجاوز الحد يسمى طاغوتا مباشرة، لا، لكن أعظم الشيء من الطواغيت يعني الشرك بالله، الشرك بالله، بل جميع الطواغيت هو في الأصل الشرك بالله أو ما يقارب الشرك بالله. فكل ما عبد، قال هنا، فكل ما عبد من دون الله
وهو راض بالعبادة. شوف لihat انظر لihat فكل شيء كل ما عبد من دون الله كل ما عبد انظر إلى مفعولية هذا الأمر مفعول كل معبود من دون الله كل معبود ليس كل عابد من دون الله انظر إلى الكلمة كل ما عبد يعني كل معبود كل ما يعبد أو كل ما عبد كل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة يعني كل ما عبد من دون الله مثلا شخص هذا الشخص عظمه الناس يعني الناس يعظمونه لأن هذا الشخص مثلا هو نسبه طيب من نسل الأنبياء أو من نسل أهل البيت مثلا ثم كل شيء الذي يقول كل شيء الذي يقوله هم يعدونه صوابا لا 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 يمكن أن يخطئ قالوا ذلك لا يمكن أن يخطئ وأيضا بعد أن شرب وبعد أن أكل فما بقي من أكله أيضا من طعامه أو من شرابه فهؤلاء الطلاب هم ينتظرون البقية وبعد أن غدر هذا الأمير العظيم فهؤلاء يفرون إلى الأطعمة الباقية وهم يأكلون كما تأكل الأنعام ويعدون هذا من البركة أو التبرك ثم في بعض الفيديوهات أنا رأيت شخص عظيم له ثوب أبيض مثل ما لبسه هو الناس يعظمونه وعظموه ثم بعضهم سجدوا إليه وثم أشار بيده هكذا كأنه ينزل البركة من يده وهذا طبعا طاغوت لماذا طاغوت؟ هذا الرجل في حالة العبودية يعني في حالة المعبود يعني في حالة المعبود قد عبده الناس ليس عبد الله تعالى ليس عبد لا لا يعني لا يعبدون الله ولكن يعبدونه فكل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة يعني هذا الشخص العظيم يرضى بأن يعبدوه بأن يسجدوا إليه يرضى لا بأس بركة بركة إن شاء الله هكذا هذا من الطاغوت فهذا الرجل طاغوت وطبعا هذا كفر بالله والشرك الأكبر بل من أكبر الشرك لأن طبعا هؤلاء يسجدون إليه يزعمون بأن هذا الرجل العظيم له شأن في الربوبية طبعا طيب ثم نقرأ المعنى الإجمالي للآية تفضل المعنى الإجمالي للآية تقرب إلي حتى يسمع صوتك للميكروفون وارفع صوتك أن الله سبحانه يخبر أنه أرسل في كل طائفة وقرن من الناس رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه فلم يزل يرسل الرسول لا فلم يزل يرسل الرسول لا فلم يزل يرسل الرسول إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في عهد نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم المعنى الإجمالي للآية المعنى الإجمالي ضد المعنى التفصيلي يعني المعنى الإجمالي المعنى الذي يشمل لهذه الآية
ولكن لا يفصل واحدا واحدا من جملته أو كلماته. أن الله سبحانه يخبر أنه قد أرسل في كل طائفة وقرن من الناس رسولا. فهذه الآية فيها إخبار بأن الله تعالى قد أرسل في كل طائفة من الأمم وفي كل قرن من الأزمنة رسولا، وهذا الرسول له وظيفة عظيمة. ما وظيفته؟ الدعوة، يدعوهم إلى عبادة الله وحده. فالدعوة هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، ولكن هل نحن ندعو الناس بما اشتهينا من الدعوة، بما اشتهينا إلى الأولويات؟ لا، ولكن هذه الدعوة منظمة في منهجيته وفي أولويته. ما هو الشيء الأكبر الذي لا بد أن ندعو الناس إليه؟ فطبعا أكبر الشيء يعني التوحيد. فأول الشيء في الدعوة التوحيد. فالرسول، هذا الرسول يدعو الناس إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده. وهذا أصل التوحيد الذي لا بد أن يعتني به الناس جميعا، كل الناس. وأيضا ما يكفي أن يقول أعبد الله، ولكن يقول لا تشرك بالله، أترك عبادة ما سواه، أترك عبادة ما سواه. إذن وظيفة النبي أو الرسول الدعوة. فهذا الدعوة، أساسية الدعوة أو أولوية الدعوة، الدعوة إلى عبادة الله وحده. ولا يكفي أن يقول أعبدوا الله تعالى، ولكن قولوا لا تشركوا بالله شيئا. فإذن نحن نقول إلى الناس أعبدوا الله، توكل على الله، وجه نفسك إلى الله تعالى، إلى الله تعالى. هذا جيد، لكن لا يكفي، لأن الناس لابد أن يعرفوا السلبيات وأيضا الشوائب، مثل الرياء ومثل العبادة للمقابر والأضرحة، وأيضا الدعاء إلى الأموات. فالدعوة إلى ترك عبادة ما سواه له أهمية كبيرة في منهجية الدعوة أو أولويته. فأخبر الناس وأنذر الناس بالأشياء التي إذا فعلنا ذلك الأشياء خسرنا في الدنيا والآخرة، مثل الشرك والمعاصي. فحذر الناس، أنذرهم وحذرهم، لأن الأنبياء هؤلاء مباشرون وأيضا هؤلاء منذرون. فلا تبشر الناس فقط، خلاص أنا أبشر فقط، هؤلاء سيدخلون الجنة إن شاء الله، خلاص هكذا، لا، أنذرهم. قال الله تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب في سورة إبراهيم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، يعني أنذرهم بأن أعمالهم ستجزى في يوم القيامة، بأن أعمالهم ستحاسب في يوم القيامة وستجزى. يعني ماذا فعلت الآن؟ هل فعلت المعاصي؟ هل فعلت الشرك بالله؟ لابد أن تنذر. فلا تقل لعائلتك مثلا أو لأهلك نحن لابد أن نتوكل على الله، هكذا هكذا، بشرى بشرى، وأيضا أمر بالمعروف فقط، ولكن النهي عن المنكر لا يوجد، لا لا لا. والمجتمع الإندونيسي الآن هؤلاء أكثرهم لا ينهون عن المنكر، بل طبعا يؤمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. فإذا ينهون عن المنكر فيقولون هذه المجتمع، فيقولون أنت يعني
متشدد. لماذا؟ لأن الناس كثيرا من الناس لا يتعودون سماعهم لا يتعود سماعهم لنهي عن المنكر، ولذلك بعضهم يردون دعوة التوحيد والنهي عن الشرك والنهي عن البدع والابتداع، لا يقبلون. لماذا؟ لأنهم لم يتعودوا، فإن شاء الله سيتعودوا إن شاء الله. طيب، فلم يزل يرسل الرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في عهد نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما دام ربنا عز وجل يرسل الرسل إلى الناس منذ حدث الشرك، متى يكون أول حدث الشرك؟ في عهد نبينا نوح عليه السلام. ثم بعد أن حدث ذلك الشرك أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم وهو نوح عليه السلام، فدعاهم إلى أن يوحدوا الله. انظر إلى سورة النوح، وهناك أشياء كثيرة نستفيد منها من منهجية الدعوة وأساسية الدعوة، وكيف ندعو إلى الناس وندعو الناس إلى ربهم لكي لا يشركوا، إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني وظيفة الأنبياء والمرسلين هؤلاء دعوة إلى الله عز وجل، لأن يرجع الناس إلى الله عز وجل في كل مصائب. مثلا الآن توجد بعض المصائب في بلدنا هذا، ولكن انظر إلى الناس، هل هؤلاء يرجعون أم هؤلاء يتناعمون؟ فهؤلاء ما زالوا يتناعمون ولا يتفكرون ولا يرجعون، مع أن الله سبحانه وتعالى قال ظهر الفساد في البر والبحر، أليس كذلك؟ قد ظهر في سلاويسي الفساد في البر، أليس كذلك؟ قبل الفساد في البحر، البر، الزلزال، القلق في الأرض، ثم بعد ذلك بعد الساعات ماذا حدث في البحر من ثنامي؟ ظهر الفساد في البر والبحر. هذا من المعاني، من معاني هذه الآية، وفيه معنى آخر، لكن الظاهر عندنا هذا، هذه الآية صادقة في قول الله عز وجل بأن حدث هذا الأمر في بلدنا، فظهر الفساد في البر والبحر. لماذا؟ ما سبب ظهور هذا الفساد؟ المعصية والشرك بما كسبت أيدي الناس، قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بما فعل الناس في ذلك الزمان وفي ذلك المكان. وأفظع وأشد الشيء الذي فعلوه الشرك بالله. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عمل من الشرك، ولا يقبل حدوث هذا الشرك، ولا يرضى، يعني لا يقبل، يعني لا يرضى حدوث هذا الشرك في بقعة من الأرض. والأرض لله، ولله ملك السماوات والأرض. فظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ليش؟ لماذا؟ ما هي الحكمة لظهور هذا الفساد للناس؟ يعني ظهور ظاهر جدا، حتى الخبر ينتشر إلى أي مكان، فنحن شاهدنا هذا الأمر، شدة هذا الأمر من الزلزال، وأيضا الأرض الذي تمشي، وكل شيء من الفظيعة شاهدناها. لكن لماذا؟ ما حكمة من هذه المصيبة أو من هذه المصائب؟ تذكرة للمؤمنين، صحيح،
ولكن قال الله تعالى لكن نحن نستمر من هذه الآية نستفيد من هذه الآية ليذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا يعني ليذيقهم ما معنى ليذيقهم لكي يشعرون آثار من بعض الذي عملوا فهمتم لكي يشعروا ويعلموا ويذوقوا آثار ما معنى آثار عواقب عاقبة عواقب من بعض ليس كل من بعض الذي فعلوا قبله ماذا فعلوا معصية ارتكاب المعاصي وأيضا الشرك بالله فعواقب الشرك والمعاصي هكذا ظهور الفساد في البر والبحر فإذا ذاقوا يعني علموا عواقب المعاصي ماذا قال الله ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فدعا الله سبحانه دعاهم الله سبحانه وتعالى بأن يرجعوا إلى الله عز وجل بعد أن حدث هذا الفساد فالآن من الحكمة أمر الله عز وجل الناس جميعا لكي يرجعوا إلى الله عز وجل ولكي يتوبوا وينظموا أنفسهم إلى دين الله عز وجل ويستسلموا كافة الإسلام ادخلوا في السلم كافة هكذا طيب بسبب الشرك إذن نستمر مناسبة الآية للباب مناسبة الآية للباب وارفع صوتك مناسبة الآية للباب لا 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 ماذا قلت آيات للباب هكذا جمع مناسبة الآيات للباب أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل وأتباعه طيب أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة يعني وظيفة عظمى لجميع الرسل وأتباعهم إذا اتبعت الرسل فأنت تدعو الناس إلى التوحيد أولا قبل كل شيء قبل اجتماع الصفوف قبل الاجتماع والاتحاد الاتحاد الحقيقي لا يحدث بدون التوحيد الذي اتفق به المسلمون في قلوبهم فإذا أنت تدعو الناس باتحاد يعني المقصود من الاتحاد اتحاد الصفوف في الشوارع هل ستحصل إن شاء الله؟ ستحصل إن شاء الله لكن قلوبهم شتى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى الآية هذه الآية يعني الذي ذكرته آنفا قبل قليل تتعلق بالكفار والمشركين واليهود ولكن انظر إلى ما حدث في قلوب المؤمنين الآن لم يوحدوا جيدا بل بعضهم يشركوا بالله ولم يشعروا بأن هذا من الشرك فإذا عقيلتهم يعني بعض المسلمين بل أكثر المسلمين لم ينظموا قلوبهم بالعقيدة الصحيحة بل ما زالت الشبهة أو الشبهة في قلوبهم فإذا الآن إخوة فأنتم يعني أنتم شباب وما عندكم شيبة يعني شيبة ما عندكم فرصة والفرص فرص بل فرص للتعلم تعلم التوحيد والعقيدة الصحيحة حتى تنمية هذه العقيدة في قلوبكم ثم تدعو الناس إلى هذا التوحيد والعقيدة الصحيحة فلن تتحد هذه الأمة الإسلامية إلا بالعقيدة الصحيحة انظر إلى ما حدث
لبرلمانات برلمان هؤلاء يفرون وأيضا هؤلاء ينشطون في نشاطهم لشيء للرئاسة هؤلاء يريدون أن يكون رئيسا يعني رئيس الإمام للمسلمين مع أن هذا الأمر سيحاسبه الله عز وجل يوم القيامة وهذا الأمر أمر عظيم ليس بأمر هين ولكن كثير من الناس هؤلاء يريدون الدنيا قلوبهم مملوءة بحلاوة الدنيا ولم يرجعوا إلى الله عز وجل ولم ينووا نيات أو العبادات لله عز وجل بل ما زالت في قلوبنا يعني المسلمين كثير منا انزلاق إلى الشرك يعني انزلاق معناه السقوط إلى الشرك فحب الدنيا يعني حب الدنيا بمعنى أنك تحب الدنيا حبا جما هذا من طبيعة الإنسان كما قال عز وجل في سورة العاديات أليس كذلك؟ هل تعلم؟ هل تحفظ هذه السورة؟ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد ليست في هذه الآية في هذه السورة حبا جما أو في سورة الفجر أليس كذلك؟ سورة الفجر حبا جما يعني أعظم الحب للدنيا والاغترار به فهذا شيء خطير انزلاق النفس أو القلب إلى الشرك وإلى حب الدنيا والرئاسة طيب ما يستفاد من الآية اقرأ ما يستفاد من الآية الأول أن الحكمة من إرسال الرسل هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك الثاني أن دين الأنبياء واحد وهو إخلاص العبادة لله وترك الشرك وإن اختلفت شرائعهم صعب شرائعهم الثالث أن الرسالة عمت كل الأمم وقامت الحجة على كل العباد وكيف وقامت الحجة على كل العباد كيف كل العباد هل هناك تنوين كل العباد أنا سمعت كل العباد لا طيب أحسنت استمر الرابع عظام شأن التوحيد وأنه واجب على جميع الأمم الخامس في الآية ما في لا إله إلا الله من النفي والإثبات فدلت على أنه لا يستقيم التوحيد إلا بهما جميعا وأن النفي المحص ليس بالتوحيد والإثبات المحص ليس بالتوحيد كيف محص لا محض والإثبات المحض ليس بالتوحيد طيب الاستفادة من هذه الآية الأول الفائدة الأولى أن الحكمة من إرسال الرسل هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك الثانية أن دين الأنبياء واحد وهذا شيء الذي لا ننكره دين الأنبياء واحد يعني الإسلام لماذا الإسلام؟ لأن كل الأنبياء يدعون إلى إخلاص العبادة لله ويدعون إلى ترك عبادة ما سواه يعني ترك الشرك وإن اختلفت شرائعهم الشرائع اختلفت يعني في بعض الفروعات في بعض الفروع اختلفت من شريعة نبينا موسى ومن شريعة نبينا عيسى
اختلفت في بعض الفروع ليس في كل، لكن الغاية من إرسال الرسل واحدة، يعني ماذا؟ العبادة لله، أو الدعوة للعبادة لله، وأيضا لترك الشرك. ثم الثالث أن الرسالة عمت كل الأمم، رسالة محمدية عمت كل الأمم. أما الرسالة قبل رسالة محمد فهذا خصت لأمم ذلك النبي، ليست عامة لجميع الناس في ذلك الوقت. فهذه الرسالة المحمدية قامت الحجة على كل العباد، قامت حجة هذه الرسالة المحمدية لكل عباد في وجه الأرض. الرابعة عظم شأن التوحيد، أن هذا التوحيد له شأن عظيم، لا يمكن أن يتحد هذه الأمة، لن تتحد هذه الأمة بدون اتحاد التوحيد، وأنه واجب على جميع الأمم. الخامسة في هذه الآية ما في لا إله إلا الله، في هذه الجملة لا إله إلا الله فيه النفي وأيضا الإثبات، فدلت على أنه لا يستقيم التوحيد إلا بهذا النفي وهذا الإثبات. ماذا ننفي؟ ننفي عبادة ما سواه. ماذا نثبت؟ نثبت عبادة الله، عبادة الله، عبادة الله، وأن النفي المحض ليس بتوحيد. يعني أنت تنفي بأن ليس هناك إله، ليس هناك إله، كيف ليس هناك إله؟ أثيس إذن، الملحد. والإثبات المحض ليس بتوحيد، إثبت يعني أنت تثبت بأن ربك الله، بأن تعبد الله، إلهي عز وجل أنا أعبد الله، خلاص هكذا. ولكن أنت لا تنكر الشرك، لا يكفي، ليس بتوحيد، لابد أن تنكر الشرك وتجتنب الشرك، لابد. فإذا أنت تقول أنا أعبد الله، لكن مع أن ذلك أنت تأتي للقبر وأنت تسأل أهل القبر، ثم أن تدعو إليه يا شيخ فلان، مع أنه قد يمكن أن يعذب في ذلك القبر وأنت تدعو إليه، كيف؟ لا يمكن، وهذا الشرك. فمعظم الناس الآن مسلمون لا يعرف مثل هذا. هؤلاء يقولون لا إله إلا الله طبعا، ولكن لا يعرف معنى لا إله إلا الله معنى تاما. هؤلاء يعرفون بأن أنا أعبد الله، أنا أحب الله، وهذا من لسانك فقط، ولكن انظر إلى أفعالك وإلى تقواك. من أفعال بعض الإنسان أو بعض المسلمين، هؤلاء يزورون القبور، مقابر، لكي تكون تجارتهم ناجية، وأيضا لكي تكون كل شيء يطلبون من أهل القبر أو المقابر. وطبعا هذا ينافي التوحيد، بل مع أنهم يقولون بأننا نعبد الله، ولكن أفعالهم تنافي هذا القول من عبادة الله، بل عبادة الطواغيت من الشرك. طيب، انتهينا إن شاء الله هذا الدرس، انتهى هذا الدرس إن شاء الله، وسنستمر إن شاء الله في أسبوع الآتي إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.